الفطور العرض والطول أو ما يسمى الفطور الفلكي. ولذلك يمكن القول أن الحدود رسمت بالمسطرة على طاولة المفاوضات في 1885 1885 هو المؤتمر الذي قسم أفريقيا إلى مستعمرات. وقد ترتب على هذه الحدود عدة مشاكل بين الدول ونزاعات عقب فترة الاستعمار. من خلال دراسة خريطة جيوسياسية لإفريقيا تتضح لنا هذه الحقائق. إن تخطيط عشوائي للحدود بين الدول نجم عنه قيام وحدات سياسية مجزأة ومصطنعة لأنها لا تشمل في الواقع أقسام بشرية أو طبيعية أو اقتصادية منسجمة مما يمكنها من التعايش في سلام، مثل حال السودان. السودان نشأت التركيبة السكانية ديالو الشمال عرب ثم في الجنوب كزغرو زوج، وبالتالي التركيبة السكانية المتجانسة ستؤدي في المستقبل إلى نزاعات عرقية بما أدى إلى انقسام السودان. أين في موريتانيا؟ أمر كان يبقى أين في موريتانيا؟ شمال عرب ثم في الجنوب زوج. إذا هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي. أيضا الاستعمار لم يراعى عندما الحدود أثناء تقسيم المستعمرات الانسجام بين مساحة الأرض وعدد السكان وحجم الإمكانيات. لذا عند استغلال الدول الإفريقية عانت من مشاكل جديدة خلفها الاستعمار. الحروب العراقية مثلا في رواندا الهوتسي والهوتو وظهور تيارات انفصالية كحالة هولندا. من هذا المنطلق كان الاستعمار يحيك هذه الحدود ويرسمها مع العلم انها ستفجر نزاعات خلافيه انعكست على التوافق السياسي الذي كان من الممكن ان يحصل بين الدول الافريقيه. ايضا التاريخ يؤكد ان الصحراء تشكل جزءا لا جزء من المملكه المغربيه منذ الازمنه القادمه، فان الفتره الاستعماريه لم تكن باي من الاحوال قادرة على قطع أواصر البيع العريقة لسكان هذه الأراضي للملوك المغاربة كما هو مثبت في مجموعة من الوثائق كالظهير من السلطان مولاي عبد العزيز إلى قبيلة بني أبي سباع يوصيهم بالاتحاد ولد الخلافات فيما بينهم سنة 1320، ظهير شريف بتاريخ 15 شعبان 1329 موافق ل 1905 ميلادية تعلق بارتباط قبيلة الشرفاء الرقيبات بالعرش العلوي، رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى الشيخ مال العينين 12 شعبان 1806 ميلادية ردا على رسالة الشيخ إليه بخصوص الأقمع الأجنبية في طنفاية، خطاب من الشيخ مال العينين إلى مولاي الحسن الأول سنة عام 1804 ميلادية هجرية يطالب فيها الإسراع فيما في معالجة شؤون طنفاية، المؤتمر الذي عقده الشيخ ابن الشيخ مال العينين مؤسس مرة عام 1956 حضروا من المدن عن قبائل قواسم والهيبات الساحلية والإزريقيين وأولاد الدين وأيت الحسن والعروسيين وأولاد تدرارين وفلالة وغيرهم من المناطق والقبائل القبائل الصحراوية. بنتيجة التداول اتخذ هذا المؤتمر 40 قرارا كان أهمها يجب أن يرفرف العالم المغربي فوق الأراضي المغربية كلها. ثانيا لا تدفع الضرائب للسلطات الاستعمارية بنفس أمر السلطات، محاربة السياسة الاستعمارية التي تستهدف وتقسيم المغرب، تصميم الصحراويين على النظام ضد الإسفار إلى حاله دون تحقيق استقلال، إرسال بعثة إلى الرماد للاعتراف بالملك محمد السادس بصفية السلطة الوحيدة المعترف بها من قبل سكان المنطقة الصحراوية. أيضا التاريخ يؤكد أن حصول المغرب على استقلاله في 1956 لم يترجم بالاسترجاع الفوري لمجموع ترابي الوطني، ولكن المغرب خضع لاستعمار ثلاثي فرنسي في الوسط، اسباني في الشمال والجنوب، بالاضافه الى منطقه طنجه الدوليه. فان المملكه اضطرت للتفاوض حول المراحل من اجل استرجاع مختلف هذه المناطق وترابنا الوطن طبقا لمبدا واهداف الامم المتحده، وحرصا من المغرب على استعاده النزاع الاستعماري مع اسبانيا بطريقه سلميه. فان المغرب قد غلب نفس التفاوض مما مكن من استعاده منطقه طرفايا ونسبه اثم السيره المغربيه على التوالي 1958 المغرب مع امريكا الى غير ذلك من الحلفاء من شأنه ان يدعم الدبلوماسيه المغربيه بشكل عام ويخدم قضيه استكمال وحدتنا الترابيه بشكل خاص. ولا يسعني بان اختم هذه المداخله خير من قول صاحب الجلاله محمد السادس في تصريحه لجريده الشرق الاوسط المنشور يوم الثلاثاء في 24 يونيو 2001 وما كان لنا
القضية المهمة لنا جدا والتي تحظى بإجماع كل